السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. وحيد خليل وزيتش يتحدث عن المباراة الكونغو الديمقراطية الفاصلة المؤهلة للمونديال. ادلى وحيد خليل وزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم برأيه في مواجهة الأسود للكونغو الديمقراطية في دور الفاصل المؤهل لنهائية كأس العالم المونديال قطر 2022. وقال وحيد خليل وزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إن حظوظ الأسود المتساوية مع حظوظ منتخب الكونغو الديمقراطية في التأهل لنهائية كأس العالم مونديال قطر 2022، مبرزا إنها مباراة بحظوظ متساوية 50% لكل منتخب. وأضاف الناخب الوطني في تصريحه الصحفي أنه في الظروف الحالية يركز على مواجهة المنتخب الوطني المغربي لنظيره المالاوي يوم الثلاثاء 25 يناير 2022 برسم الدورة الثانية في نهائية كأس أمم إفريقيا، مشيرا إلى أنه سيكون لديه الوقت بعد ذلك للتفكير في مباراة الأسود والكونغو الديمقراطية. ومن المقترب أن تجرى مباراة الذهاب بين المغرب والكونغو الديمقراطية بميدان الأخير يوم 21 مارس 2022 في ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا، على أن تجرى مباراة الإياب بعد أسبوع في المغرب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.